للحديث عن آخر تطورات المشهد في ليبيا معنا من إسطنبول الكاتب الصحفي الليبي نعيم العشيبي. أهلا بك سيد نعيم. يعني دعنا نبدأ من حديث المجلس الأعلى الليبي عن استمرار الحكومة بعملها، هل يبطل هذا الإعلان قرار سحب الثقة من الحكومة الذي أعلن عنه عقيلة صالح من مجلس النواب في طبرق؟ بداية مرحبا بك سيد الكريم. لنعلم أولا أن قرار مجلس النواب بسحب الحكومة لا يعني إقالتها عن عملها أو إلغائها من أعمالها. نعم. القرار كان واضحا من مجلس النواب، وهو تحديدا جعل هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال في الداخل، أي لا يحق لها أن تتعاقد لأجل ليبيا في أشياء دولية. حسب تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد بأن ميزانية صرفتها الحكومة قبل أن تمنح لها، كذلك أكد بأن هناك تعاقدات أبرمتها الحكومة دوليا مع دول قد تكلف الدولة الليبية مستقبلا يعني إرهاقات ومبالغ باهظة. فجل القرار الذي صدر من مجلس النواب بعيدا عن الاعضاء الذين صوتوا عليه او لا، هناك قرار اليوم واضح من مجلس النواب جل يصب حول استمرار الحكومه في اداره اعمالها التنفيذيه مع وقف اي اجراء خارجي تقوم به الحكومه لليبيا مع دول اخرى. نعم. سيد نعيم، يعني أدبيبة كما تعلم اكد رفض القرار وقال ان البرلمان سيسقط في اشاره الانتخابات المقبله او سيسقط. باعتقادك وبحسب متابعتك للأحداث على الأرض، هل نحن أمام انقسام ليبي جديد في عمل المؤسسات الليبية وقد يؤدي إلى الرجوع خطوات إلى الوراء مثلا؟ لا شك أن يعني أن الوضع يعني إلى الآن يعني بوادر انقسام شبه واضحة، وربما يعني الليبيون اليوم يعني معروف الغرب والشرق ومعروف هذه الانقسامات، يحافظ ربما على خيط رفيع اليوم في وحدة ليبيا تحديدا. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه بأن سحب الثقة لا يعني إقالة الحكومة. نعم. سيد نعيم، في المقابل يعني نجد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مصرا من طبرق على سحب ثقة من الحكومة. السؤال هنا، إلى أي مدى كان القرار شرعيا في ظل غياب نحو ثلث النواب أو يزيد؟ تحديد غياب ثلث النواب أو يزيد لا نستطيع أن نجزم به لأنه غير واضح، إنما ما نستطيع أن نجزم به أن هناك توقيعات تصريحات حقيقية، وأن هناك قرار حقيقي صدر من مجلس النواب بتوقيع 86 عضو، وهذا أمر واضح يعني بكل شيء. نحن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الأمر ما لم تكن هناك يعني تصريحات حقيقية وواضحة في هذا الموضوع. إلى السؤال الأخير الآن سيد نعيم، يعني هذه الخطوة المفاجئة وكما تابعتم، كيف ستؤثر على جهود إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في ظل المخاوف من تأجيل الانتخابات؟ بداية يجب أن نؤكد أن مجلس النواب الليبي في تصريحات رئيسه أكد على ضرورة استمرار العملية الانتخابية، وأنها ستجرى ربما في موعدها، وأن قانون الانتخابات في طور الإنشاء وجاري، وأن هناك مفوضية وهي مستقلة استقلالا كام عن مفوضية الانتخابات. نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الليبي نعيم العشيبي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.